تفاجئنا بواحد الدعوه قضائيه استعجاليه باش يوقفوا المريض. الحمد لله الحق بان والمقاضي الى ايتي ديبوتي، ما عرفت كيفاش نترجمها بالعربيه. ما يمكنليش نتكلم على حنايا عندنا الثقه الكامله في القضاء، اللي يمكننا نقوله هو الجهه اللي دعات المعرض كانت شنو سميتو شريك في المعرض، ومن بعد تفسخ الشراكه، ودابا القضاء غادي يبت في هذا المشكله. وحنا عندنا كامل الثقه في القضاء المغربي، هو في الاساس المعرض كان ولا يزال معرض للمواد الأولية ديال النسيج والمستلزمات ديالو. هذا النسيج والمستلزمات ديالو من المعروف باللي أكثر من 90% ديال الطلب المغربي يلبى من الخارج، إذا هذا مشكل ما مطروحش. اللي تخص نعرفه باش نحيدوا الغلطات اللي كاينين هو قحمنا في المعرض بصفه استثنائيه الملابس الجاهزه المغربيه، ملابس جاهزه من دول اخرى ما كايناش في المعرض ويمكن لك تشوفها. اذا كاين بزاف ديال المغالطات ما كاينلاش ندخلوا فيها، كل شيء باين. الطرف ديال المغربي حنا ما عندناش واحد لا ساتيسفاكسيون، حيت من 440 اقل من 100 عارض كان مغربي، فهمتي؟ هذا ما يؤسفنا. ولكن كنا تنتخاو باش يكونوا عارضين مغاربه ديال الملابس الجاهزه. علاش؟ حيت درنا واحد الترويج مهم في اسواق اللي عمر المغرب ما مشى شنو سميتو دار الترويج فيها. اخص بالذكر الاسواق الافريقيه والاسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الشرق الاوسط بعجاله، كانت كل شيء تعرف باللي الدور اللي كان تيلعبوا العراق وليبيا في تسويق المنتجات المغربيه اللي بظروف اللي انتم عارفينها ما كايلاش نرجعوا لها انقطعت منذ 1990. الان بدينا تنحسوا باللي كاين واحد تشافي ديال هاد الاسواق، ومن كان من الحتمي علينا نمشيو نروجوا فيها. وكان تجاوب بالنسبه للاسواق الافريقيه. ايضا بالنسبه للاسواق الافريقيه حنا تنعرفوا باللي المغرب وقع عقد التبادل الحر القاري اللي هو قريبا غيدخل في حيز التنفيذ. اذا درنا حنا بصفه استباقيه مشينا ودرنا الترويج، وكان واحد الاقبال ماشي عدد كبير من البلدان، ولكن كان إقبال بالنسبة لبعض المواد وبعض البلدان. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.